هذه الزينة أي أطالع الصلصة اللي عندي، عبارة عن نص كوب من الصلصة الإيطالية، نص كوب من السيزر، ربع كوب من زيت الزيتون، وربع كوب عندي من الليمون، وبعدين ملعقة كبيرة من المايونيز، وملعقة كبيرة من الماستر، وملعقة كبيرة عندي من الصماق، وملعقة كبيرة من الخل، وملعقة كبيرة من الشكر، وملعقة صغيرة من الملح. أي طبعاً أخلطهم كلهم مع بعض. عندي أول شيء طبعاً الجرجير، وإحنا قلنا من أول إن الجرجير ما نحاول إن إحنا ما نقصها علشان نحافظ على القيمة الغذائية. أي أخذها بالنص، أول شيء أحط الجرجير، وبعدين طبقة من الخضروات المشكلة سالقتها إيه مسلوقة، وبعدين هم بعد البيديان، وأبتدي أسوي عندي الطبقة الثانية هم بعد جرجير. مو محمد ثواني بس إيه تفضلي، لأن هني يمد فأنا بوريكم خلاص هذا جمد راح أنزله هذا راح انزله معانا هني اخليه يبرد. ايه طبعا شلون شكله؟ ايه بودينج وايد حلو طعمه بعد حلو، شوفوا شلون شكله. الحين شنو باخذ؟ اللون اللي ما يتاثر باللون الابيض اللي احنا حطيناه، ونرد نقلب، يعني لو اختلط بالابيض ماكو اشكاليه. فانا الحين احط اللون واخلي باديتي لاني بستعملها بعد شويه، حتى لو اسبعها ممكن، بس راح اخليها تطبخ. اي نعم مو محمد تفضل. بعدين اي احط الطبقه الثانيه هم بعد الخضروات المشكله، واذا تبون تسوون الطازج على راحتك. وعندي البيديان، وابتدي اخلطهم مع بعض. بس خل اشيل هذا. كان اعطيتيني انا ودي. لا عادي. اخلطهم مع بعض. عندنا الصلصه ما احنا حاطينها الحين. بس بنخلطها الصلصة. ونخليها. ايش رايك ناخذ فاصل صغير بس؟ على ما تخلطين سلطتك وانا يخلصون البودينج مالي، يلا ونرجع على كتاب بس اكت لهم الهريس. بنكت الهريس وناخذ فاصل صغير بعدين نرجع لكم. نكت الهريس لان شوفوا الحين طبخ اللحم، اذا تشوفون اللحم هني طبخ، للحمه طبخت هني، للحمه طبخت بس تنطبخ. بس تنطبخ نكت العيش، نكت الهريس عليها وتطبخ مع تستوي للحمة مع الهريس مباشرة. طبعا أنا حاطة كيلو، راح أحط نص كيلو بس من الهريس، ونخليه بهالطريقة يتسكر، وإذا احتاج ما يزود عطوه. بس أنا أقول لكم 3 أضعاف الكيلة تكفي كمية كافية، ونخلي على راحته. الحين بس يطبخ شوية ويرتفع، لازم الهريسة ترتفع، يلا تقصرون الشولة. هني خلص الطبق الثاني اللي هو الأورنج، نحطه لكم عشان يبرد هني قبل لا أحطه بالطبقات. أوكي ليش قلت لكم احط الفاتح قبل القامج؟ لاني ما غيرت الجدر. ما غيرت الجدر انا، ما اثر. شوفي الابيض الاورنج. الحين اخر شيء الاحمر راح احطه، راح اغسل معوني وخليه يطبخ. ناخذ فاصل صغير ونرجع لكم.
رجعنا بعد الفاصل عشان اوريكم الهريسه شلون بدت تنتفخ وقاعد تطبخ بنفس الوقت. خلاص فتشت من القاعه وارتفعت، ما دام ارتفعت خلاص تحطونها على نار هاديه وتخلونها الى ان تستوي على راحتها، نقصرها ونخليها على راحتها مده ساعتين الى ساعتين ونص الى ان تكون حبه الهريس وللحمه مثل الزبده. نرجع هالصوب اني هني شوي شوي ونقول لكم هني البودنج من طبقتين الى صار اربع طبقات، وردي برتقالي ووردي وابيض وبرتقالي وابيض. خليت لكم هذا، قلت لكم بالتناوب تحطون طبقة وتحطونها بالثلاجة، تحطون طبقة. هذه الطبقة الأخيرة اللي سويناها الحين بنحطها، حاولوا انكم شنو شوفوا ما أثر طبعا اللون مع انه نفس الجدر، حاولوا تحطونه عشان يبين حق ضيوفكم. أول ما تحطون تحطونه يم الأساس مثل ما يقولون، بالجوانب ونلف ونحط بعد بالجوانب طعي ألوانها عشان تبين، وبعدين عبوا بالنص بعد على الراحة ها عشان ما تختلط. احنا نبي الطبقات ما تختلط مع بعض، وبعدين تزينونها بكريمة، تزينونها ما تحطون فيها شيء على راحتكم. كذي أحلى، هي خلاص هي كذي تعتبر منتهية، معطية شكل. فأنا أفضلها كذي عشان نتقدم. نحطها بالثلاجة وبعدين نقدمها لكم آخر الحلقة. تفضل يا أم محمد. أي الحين طبعا حطيت السلطة، أي أبتدي أسوي الصلصة مثل ما قلنا زيت الزيتون، وعندي صلصة السيزر. هذول صلصات جاهزة؟ اي اي. وعندي الصلصة الإيطالية، وعندي الليمون انه طبعا ربع كوب، وعندي الخل ملعقة، وعندي الماستر هم بعد ملعقة، والمايونيز هم بعد ملعقة. والله ودنا نعلمهم طريقة المايونيز، بنعلمهم. وملعقة طبعا هم بعد كبيرة من الشكر. راح أعلمكم الماسترد والمايونيز وصلصة التارتر وأنواع من الصلصات بإذن الله. وعندي نخلطهم كلهم مع بعض مع قليل من الملح. خلصتي من هذه؟ لما احط طبعا شوفي الزيت شلون يرتفع لان كثافته اكثر من المواد الثانيه. واي أخف ابتدي اي الزيت اخف من المواد عشان كذي مرتفع. اي اصبه كل الجوانب. اعطيني اعطيني قاعدين انقط هذا. وبعدين ابتدي ازينها. عندي اول شيء من الصماخ ملعقه، وعندي بعدين الرمان. يقول لك ان قشره الرمان وايد مفيده حق المعده، حق المعده وحق عدم تساقط عندي الشعر. لا انا اعرفه عن المعده، انا عندي قرحه بالمعده فانصحوني في قشر الرمان، ينشفون قشر الرمان بعدين يسحنونه وياخذونه بقفشة عسل تسوي بطانة للمعدة. وبعدين هم بعد تزين في اقطع عندي الخبز اللي احنا قطعناها شرايح وبعدين لفيناها و قليتها. خبز لبناني الخفيف. ايه. حطيتي العود قبل لا تقلينها ولا لا؟ لا 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 سيده بس ما انفتحت طوائل. لا ما انفتحت لانك تحطين عليها الطحين. اي قولي لهم بالجوانب نحط الطحين طبعا لما تقصينها تلفينها، وبعدين اخر شيء تحطين
عندك الطحين مع الماي وبعدين تاخذينها وتقليها تقطعينها دوائر. وعليكم 60 ألف عافية، هذه سلطتنا. ناخذ فاصل صغير ونرجع لكم على هريستنا، نضربها قدامكم ونقدمها لكم مع أطباقنا الثانية. رجعنا بعد الفاصل الصغير على ما خلصت هريستنا وضربناها وخلصت سلطة أم محمد ويا عصيرها، وأنا برد الحلو اللي بقدمه لكم. طبعا أول شيء راح نفتح جدر هريستنا ونشوفه لوين وصلنا بعد ما نضى. شوفوا اللحم مع الهريس شلون داب، إذا تشوفونه شلون ذايب، لا يبين الهريس ولا يبين اللحم ولا شيء. طبعاً إحنا هني بالتلفزيون ما عندنا مضرابة الهريس، مضرابة الهريس هي نفس مضرابة خشب نفس الطريقة، بس سمكة متين نقضبها بالطريقة هذه ويهرسونها بالطريقة هذه، يعني يأخذون الكمية من الهريس ويسحبونها على الأطراف، يكونون اثنين متجابلين ويضربونها إلى أن ينطحن تنطحن حبات الهريس، على ما تنطحن حبات الهريس كلها. طبعا احنا ضربناه أثناء الفاصل بالطريقة هذه إلى أن تقاود، لا تقطعون سلاحة لا تخوضونه، لا الطريقة هذه هي اللي طريقة سليمة وتخلي خيوط اللحم تمشي مع حبات الحنطة أو حبات الهريس بالطريقة هذه. شوفوا شلون اللحم شلون ماشي مع الهريسة، نضربها ونفر الجدر ونضرب، نفر الجدر ونضرب إلى أن ينتهي عندنا ضراب الهريس. وطبعا هي أمتع شغلة صج تطيح الكتف، لكن امتع شغله بالساكن كانوا يحطون بين ريلهم ويقعدون يضربون. اي بالضبط، احنا نضربه بالطريقه هذه هي اسلم طريقه وهي صح. حاليا يابوا المضارب الكهرباء والشغلات هذه، بس انا افضل الطريقه الاصليه. نبتدي نجيب الملاس، وطبعا هني شنو محضرين؟ دهنه عداني ودارسين وشكر ناعم، هو البهار الوحيد اللي حق شو اسمه الهريسه. انا ابتدي اخذ من لاسي وانشب هريستي. شوف ايش حالاتها، سمكها حلو ومضروبه مضبوط، ولا يبي لها شيء، ما يبي لها شيء، وريحتها من اروع ما يكون. مع العلم يا دوب يا دوب راس القفشه الصغيره البهار المخلوط بس عشان ازفرت لحم. انا ما ابي اطفح الماعون عشان بعد يصير منظره حلو. نخليه على كتر ونبتدي نواسي بالطريقه هذه. نجيب قفشه دهن عداني، اول شيء نسوي الحفره اللي بالنص. ما ادري ليش نحط الحفره، ما ادري بس هي اول شيء احنا نحط الحفره، بعدين ندور ما يدور الزمنه، وبعدين نبتدي ندهنها بحيث انه نخليها ناعمه متواسيه بالطريقه هذه. هذه هريستنا اللي بصراحة الواحد وهو صايم يشتهي ياكلها، من أحلى أكلاتنا برمضان وغير رمضان. حتى عزايمنا قمنا أول صنف نحطه يريش أو هريس. صح. طبعا أول حلقاتي أنا سويت لكم اليريشة، والحين قاعدة أسوي لكم الهريسة.